سنة مو بشيء. لا 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 بداية بسم الله الرحمن الرحيم ومرحب بالقنوات التي تواكب مشكلة المواطن الكريم. والحقيقة كان هناك مخترقات في معبر راس جدير من عدة جوانب، فتم تكليف تشكيل لجنة بهذا الخصوص من قبل معالي وزير الداخلية، وتم النقاش في النقاط الجوهرية والتي تتمثل في عرقلة المواطن الليبي في الحدود في المعبر راس جدير خاصة من الجانب التونسي، واتفقنا على عدة نقاط بأن تحلحل هذه المشاكل أو هذه المخترقات بحيث أن يكون العمل في المعبر يعني أمور انسيابية. وتناقشنا عدة نقاط في الاجتماع السابق، وبالنسبة لهذا اليوم انتقلنا إلى معبر راس جدير باللجنة المشكلة من قبل معالي وزير الداخلية والسيد فرحات أبو الشواشي عميد بلدية زوارة، واتفقنا على أو نظرنا إلى النقاط التي ولدت في الاجتماع السابق. والحقيقة وجدنا كل التجاوب من الجانب التونسي بحيث أنه يتم فتح 5 معابر بالنسبة أو مخارج للمواطنين، وتسجيل السيارات إلى 3 معابر أو مخارج للسيارات. وتطرقنا كذلك إلى السيارات الشاحنات، ولقينا كل التجاوب الحقيقة من الجانب التونسي، ولكن الذي نتمناه أن يستمر هذا العمل بهذه الكيفية وبهذه الروح التي ما تدل على شيء إلا تدل على أن العاملين لهذا المعبر سواء الجانب الليبي أو التونسي بحيث أن تقدم كل التسهيلات للجانبين يعني التونسي والليبي. هل فيه ضمانات معينة للاستفادة؟ بدل من يعني إعادة نفس القصة يعني الاجتماع لا، ويعني الحقيقة التزام من الجانب التونسي، وتطرقنا إلى هذا الكلام ما هو الضمانات لاستمرار هذا الإجراء. فالحقيقة الجانب التونسي التزم، وهناك التزام أدبي وأخلاقي بالدرجة الأولى، فوعدونا بأنهم سوف يزيدوا من التسهيل الإجراءات يعني من الجانب التونسي. في بعض النقاط يعني العالقة هي التمثل في موضوع الاشتباه، يعني المواطن الليبي عندما يغادر إلى الحدود التونسية يتم ملاحظة أن هذا الشخص لديه اشتباه، فطلبنا من الجانب التونسي وضع حد لهذه الأمور. فإذا كان لديهم يعني بيانات مبتورة، فطلبنا من الوفد التونسي أن يزودنا بحيث أن نحن نضع لها حل جذري. اتفقنا على ذلك، ولكن المدة ليس محددة يعني من 2 أسبوع إلى 3 أسابيع. ولكن أريد أن ننوه ونشكر السيد معالي وزير الداخلية
لمتابعة هذه الاجتماعات وحرصه الشديد على تقديم كافة التسهيلات للمواطن الليبي. ولا يفوتني أن أشكر جميع القطاعات العاملة في منفذ رأس جديد بدون استثناء، كلهم يعملون كخلية نحن الحقيقة يعني، ومجهودهم يشكر يعني الأمانة يعني. طيب نقلنا الكلام هذا يعني الملاحظات اللي نقلناها لمعالي وزير الداخلية واستجاب لهذه الملاحظات، ولا شك أن حتى يعني المجلس البلدي لمدينة الزوارة يعني وضع الأمور هذه يعني في يعني من ضمن اهتماماته أنه هو يتم تحسين معبر رأس جديد. والله المواطن الكريم دائما وهو يعاني من المختنقات، ولكن نتمنى أن شوية صبر يعني الحقيقة، بحيث أن احنا يعني نحاول نقدم يعني ما في ملك يعني ما في إمكانياتنا من تسهيل الإجراءات للمواطنين. أريد أن معليش بنعرج على نقطة، وهي المواطن الكريم دائما هو يتحمل، فاحنا في صدد لتطوير منظومة الجوازات بحيث أن احنا نخرج من هذا المختنق، ولكن خلال 3-4 شهور قادمة إن شاء الله لا تجدون مشكلة الحصول على جواز صبر بعون الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن حاليا في معبر رأس جدير، والحمد لله الأمور تسير على ما يرام. فتحة المعبر ممكن قبل الساعة، فتحة المعبر الساعة 2، والحمد لله ماشي الأمور تمام، ونشكر الجهود اللي سعيت لهذا الجهد المبذول من الطرفين، من الأخوة في تونس والأخوة الوزارة في ليبيا، والحمد لله إن شاء الله تمشي الأمور من أحسن لأحسن يا رب، وحركة المعبر تسير على ما يرام، ومفتوح أكثر من معبر يعني ما فيه زحمة الحمد لله، الأمور طيبة. السلام عليكم. الآن نحن موجودين في معبر رأس جدير الحدودي لي حوالي تقريبا ساعة ولا ساعة نص مفتوح، والأمور لحد الآن كويسة تبان، وإن شاء الله ربي يدوم الود بين الشعبين، وربي يهني البلاد إن شاء الله والعباد. السلام عليكم. بارك الله فيكم في خدماتكم أول حاجة، وماذا بين أبو الممرات كلها مفتوحة، وخلي الناس تمشي ما تتعبش في البوابات في الممرات وفي كل شيء، وبارك الله فيكم في خدماتكم. طيب كويس، نشبحوا في الأوضاع مية مية، كان هيك تقعد مية مية والله، وبارك الله فيكم يعني ما نبوش للزحمة زي قبل، وكويس إن شاء الله الدنيا كويسة هيك، من أحسن لأحسن إن شاء الله، إن شاء الله من أحسن لأحسن، وبارك الله فيكم.